في رمضان في بيت الله الحرام. كتير منكم سألوني عن تنظيم الوقت في الحرم الشريف إن شاء الله في عمرة رمضان، ففي الفيديو ده هقولك على جدول تمشي عليه بإذن الله. هتصلي الصلوات كلها وهتصلي نوافل وهتصلي يعني مش هتسيب الحرم بإذن الله في عمرة رمضان. الأول أحب أبشرك وأي حد ربنا كتب له عمرة رمضان، أحب أبشرك إن هي من أفضل وأعظم العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى. عمرة رمضان هي أفضل الأعمال الصالحة، فروي عن البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. فيعني هنيئا ليكي اللي طالع عمرة رمضان، هنيئا لي. وتضاعف الصلاة في المسجد الحرام أكثر منها من في أي بلد آخر، يعني الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فالمفروض ان انت بتستغلي الاوقات دي وبتستغلي اوقات هذا الشهر المبارك بالذات وانت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة كمان لو انت في بيت الله الحرام. اول حاجة المفروض تعمليها انك بتجددي التوبة مع ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تروحي، وبتبدأي بقى انت روحتي اهو روحتي في الشهر الفضيل هتعملي ايه في الوقت. اولا هتروحي قبل الفجر، يعني نبدأ من اليوم من اوله، هتروحي قبل الفجر بساعتين، صلي بقى تهجد، صلي كتير تهجد كتير، وصلي ودعي ادعي بما شئتي من الدنيا والاخرة، ادعي بكل اللي بتتمنيه. وفضلي بقى بعد صلاة الفجر خليكي قاعدة اذكري الله لحد الشروق، وصلي صلاة الضحى بعد الشروق وروحي. روحي بقى نامي من بعد الشروق، يعني هو الشروق مثلا على ستة، هتنامي لحد صلاة الظهر. هتقومي تصلي الظهر في الفندق، يعني خلي دايما صلاة الظهر تكون في الفندق. لو اغلب الفنادق بتكون بعيدة، فعلشان ما تروحيش وترجعي والزحام اصلا، فعشان ما تجهديش نفسك صلي الظهر في الفندق. وتعالي بقى قبل صلاة العصر، وروحي قبل صلاة العصر الحرم. هتقعدي من صلاة العصر لحد بعد العشاء، يعني هتصلي العصر وهتصلي المغرب ان شاء الله والعشاء. بالنسبة للأكل هناك، هو في موائد اصلا بتتعمل افطار جماعي، انت مش حابة وحابة تعملي اكلك انت او تجيبي اكل او هتوزعي انت اكل، طبعا كتري من الصدقات هناك، ولان هي مضاعفة، اي عمل صالح هناك مضاعف الثواب هناك. فهتفطري وهتصلي وهتقعدي لحد صلاة العشاء، هتصلي صلاة العشاء والتراويح. وعايزة بقى تروحي الفندق، روحي ورجعي قبل صلاة الفجر. الفندق بعيد وانت مش عايزة تروحي، وعايزة مثلا تخرجي مثلا تتمشي شوية تتسوقي شوية، ما فيش مشكلة، هتجيبي حاجة، هتجيبي أكل، هتجيبي مشروبات تشربيها، أي حاجة أنت عايزاها روحي هاتيها وارجعي قبل صلاة الفجر. لو عايزة قبل صلاة الفجر روحي مثلا نامي أو ناميلك ساعتين تاني وارجعي قبل صلاة الفجر بساعتين تتسحري وتفضلي لحد الشروق زي ما قلنا، صلاة تهجد وصلاة الفجر وصلاة الضحى. دي احسن خطة، هي بس الصلاة الوحيدة اللي هتضيع منك في الحرم هي صلاة الظهر، دي اللي هتصليها في الفندق. وده برضو علشان ايه؟ تخفيف الحمل عليكي والعبء عليكي، علشان ما تفضليش راحة جاية
وهو كده الصلاة في أي مكة هي هي زي الصلاة في الحرم، وإلا طبعا، ولكن احنا طبعا بنفضل الصلاة أمام الكعبة. فهي تاني هقول لك تاني، هتروحي بعد قبل الفجر بساعتين، هتتسحري وهتصلي الفجر، هتصلي تهجد الأول، صلي تهجد وصلي الفجر وتسحري وصلي الفجر وصلي، وافضلي بعد الفجر لحد الشروق في ذكر الله والاستغفار وتسبيح وأذكار الصباح لحد الشروق. صلي صلاة الضحى وروحي نامي وارتاحي لحد صلاة الظهر. قومي صلي الظهر في الفندق، وبرضو ريحي، عايزة تكملي نوم لحد العصر يا ستي، كملي الساعتين دول. طبعا الوقت احنا بنتكلم في 4 5 ساعات كلهم اللي هيكون فيهم نوم، فحاولي ما مت يعني ما تكتريش من النوم، لان انت مش راح تنامي. هما 4 ساعات كيف كافيين قوي، اللي هو من بعد الشروق، يعني من بعد الشروق لحد الظهر. معلش عشان انت هتضيعي وقت في احنا حساباتنا بتكون غير اللي موجود هناك، فانت هتاخدي وقت من بعد الشروق علشان تروحي وتخرجي وتروحي للحرم، ما هتاخدي وقت. فهنحسب 4 ساعات نوم حلوين قوي وكافيين قوي. هتقومي هتيجي بعد العصر، هتنزلي قبل صلاة العصر، طبعا انزلي قبل صلاة العصر بساعة عشان تدخلي، تعرفي تدخلي لصحن الكعبة. انزلي قبل الصلاة بساعة وهتتصلي العصر، وهتقعدي لحد ما تفطري وتصلي المغرب. خدي كل مستلزماتك بقى معاكي، يعني في صلاة العصر خدي كل حاجتك في شنطتك اللي هتحتاجيها. هتحتاجي أكل خدي معاكي، هتحتاجي السجادة، هتحتاجي كرسيكي هتقعدي عليه، لو انت معاكي يعني، او انت واخداه، كل اللي هتحتاجيه. هتحتاجي فوطة تنشفي فيها عشان لما تدخلي الحمام او تتوضي، هتحتاجي نظارتك، هتحتاجي كل حاجتك اللي هتحتاجيها، لان انت هتقعدي فترة طويلة. انت هتقعدي من صلاة العصر لحد بعد العشاء، فانت هتاخدي وقت وهتقعدي كتير. فخدي بقى احتياطاتك وخدي كل حاجتك اللي هتحتاجيها. بعد العشاء حابة تخرجي، خلاص اخرجي، حابة تروحي الفندق لو الفندق مثلا قريب منك، وحابة تروحي بعد صلاة التراويح تريحي لك ساعة ولا حاجة وترجعي تاني، عايزة تكملي لحد الفجر كملي. المهم اغلب وقتك خليه في الحرم، اغلب عباداتك تكون هناك، هي صلاة الظهر بس اللي هتصليها في المسجد، اسفه اللي هتصليها في الفندق عشان ما تتعبيش في الظهر. ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب، ولا تنسوني بصالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.